السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله أنه يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله أنكم تكونوا في أحسن أحوالكم. البنات، الميمات، الأخوات، الصحابات، مهم عامة كنجمع في كلمة البنات، ما تقلقوش مني. فيديو جديد وموعد جديد ولقاء جديد كيف العادة. اليوم أنا رجعت لكم فيديو جديد، وكيف ما شفتوا من عنوان اليوم يا للا، جليبات ديال المليفة وجليبات ديال المناسبات، وفي نفس الوقت ديال هاد الوقيته ديال البرد مناسبات. كاينين عندي واحد جوج لي كوموند ديال شي كليانات الخاصين بالمناسبات، وما تبقى غتشوفوا معايا كيفاش خرجوا جليبات ديال هاد الوقت بالمليفه، شي حاجه راقيه بحال ديما، انيقه وادميه، ما تمشي حتى شي بلاصه، خليك غنتلاقاو من دابا شويه. دائما بالصلاة والسلام على رسول الله. غادي نبداو، اول حاجة غنبدا لكم لالا رقية من مدينة الدار البيضاء اللي كتابعني، واللي هي ايضا متابعة وفية ليا القناة ديالي، اللي ما شاء الله من الحمد لله مني كوموندات عندنا العام اللي فات، وهي ما شاء الله كتكوموندي دائما، وهاد المرة كوموندات معنا 4 ديال الجليبات، وانا متأكدة انك كتشوفيني لالا رقية وغتشوفي معايا الجليبات ديالك ديال اليوم كيفاش طلعوا شي حاجه طوب طوب طوب. اول حاجه غنوريكم الجليبات ديالها اللي اختارتها بالرشمه المشهوره، وقالت لي ايمان تا انا خصني ندوق حقي من الرشمه المشهوره، وثلاثه الجليبات اللي هي قالت لي ديري انا بغيت المليفه وانت ديري الذوق ديالك. اجي شوفوا معايا داكشي اللي اختاريت ليها، قولوا لي كيفاش جاكم، واش حتى نتوما عجبكم ولا لا، لان شي حاجه صعيبه ان الانسان يقول لك ايمان ديري اللي بغيتي انا كنثق في الذوق ديالك. هي شي حاجه زوينه، وفي نفس الوقت هو تكليف اكثر ما هو تشريف. شكرا لكم، شكرا للثقه ديالكم. غنبداو مع هلا فيديو اليوم ونشوفوا باقي الاخوات اللي كومونداو معنا كيفاش طلعوا جليباتهم. اذا كيف ما قلت لكم غنبداو بالرشمه الشهيره البنات اللي اختارتها، وهاد المره غتشوفوها مع التليجه حرير. كيف ما كتشوفوا هي ام العريس، الله يكمل لك بخير، الله يكمل بخير يا ربي. واختارت هاد الجليبه هادي اللي كتشوفوا بطبيعه الحال الرشمه الشهيره، وهاد الفيغ البنات ما باينش ليا مع التصوير، ولكن دائما خليكم لاخر الفيديو تشوفوا. المهم هادشي راه عرفتوه، خليكم لاخر الفيديو باش تشوفوا لي موديل كيفاش جاو كيفاش طلعوا، لان التصوير هنا ما عطينيش اللون بالضبط. اذا هذا الفيغ رويال، فيغ رويال، واحد لو فيغ فن البنات، ما عطينيش هنا حقه مع اللون. ودائما ملي كنكون كنصور في الليل ما كتبانش لي الاضاءه مزيان. المهم حنا غنشوفوا لي ديتاي ديالنا، هذه دو بياس والتحت ديالها خدمت ليها. المهم الرشمه المشليجه، شفتوا البنات هذا الفيغ هذا راه هو اللي كاين هنا عندي، في هو اللي كاين عندي هنا في الجلابه، غير ما باينش مع الاضاءه، ولكن بالتصوير في اخر الفيديو غيبانوا لكم الالوان على طبيعتهم. ها نتوما البنات، هذه التليجه غزاله حرير، والجلابه راه خدمتها ليها بثلاثه ديال الافتتاحات كبارين، شوفوا الافتتاحي ديال الجناب شفتهم، باش من طبيعه الحال كتستافد من هذه التليجه وكتبان. هذو الافتتاحه ديال الجناب، وهذه ديال القدام كبيره، وفتيحه ديال الجنب الاخر حتى هي راها كبيره ما شاء الله، شفتوهم باش كتبان لي هذيك التليجه. الكم حتى هو غادا تستافد منه، لان درتو ليها طويل على الجلابه، وكيبقى هنا كتبقى كتبان على هاد ثلاثه ديال الجويهات. وبالنسبه للخدمه كيف ديما وبحال ديما، شوفوا لا فينيسيون ديالها، بغاتها تكون بالعين عقده، ما بغاتهاش كلها بالعقيق، دائما الخدمه وكتبغي هي العقيدات في راس الكم، داكشي البلدي ما شاء الله 3XL، جاتها فنه صراحه. التصوير هنا ما عطاهاش حقها، ولكن خليكم دائما لاخر الفيديو
باش تشوفوا الموديل كله. اذا هذا هو اول موديل بالنسبه للرشمه المشهوره، جاتها غزاله صحتك وراحتك. نشوفوا ثلاثه تجليبات اللي اختارت اللي بغات. هي اختارت الالوان وانا درت ليها الخدمه. اول جلابه كانت في الموف، واحد الفيولي غزال، وهذه البنات مليفه اميره ديال عفوا مليفه طنجه، يعني البرومي جوا شي حاجه غزاله البنات. الكاليتي ما كتحبب ما حتى شي حاجه، شي حاجه فنه. شوفوا الرشيمه اللي دخلت ليها، شفتوا هي موف البنات مغلوق وخدمتها لها بالموف مفتوح. شوفوا الفتيحه حتى هي افتحي بالجناب، شوفوا كيفاش مخدومين حتى هما بنفس الشكل، شفتوا والفتاحي مخدومين على جوج البلايص. شفتوا معايا البنات فنه فنه فنه، جاتها راقيه بزاف الجلابه. شوفوا معايا الطريزه كيفاش راها دايره، شوفوا يعني لا فينيسيون كيفاش دايره، الخديمه كيفاش نقيه، العقيدات في راس الكم بحال ديما. شوفوا انا الماكينه راه هادو مخدومين بالماكينه البنات، ولكن بحال تقولي خدومين خدمه ديال اليد، يعني دائما حتى المعلمين اللي خدامين معايا حافظيني عارفين الخدمه اللي كنبغي كيفاش راه دايره. ما كنبغيش الماكينه تبقى باينه لا من الكميمات ولا من هنا من جهه القب. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي القب حتى هو مخدوم جوج المرات من هنا ومن هنا، باش الخدمه هكا الخديمه هكا كتبقى نقيه. شفتوا معايا ما كتبانش كاع الخدمه واش راها جلابه راها مخدومه باليد، وهي راها مخدومه غير بالماكينه. غزاله فنه بصحتك وراحتك. واللون اللون ما باينش، ها هو اللون هنا بان شفتوا. والرشيمه غزاله فنه كلاس، هاد الرشيمه وديال ديما يعني جديده، تقدري تلبسيها تخرجي بها ما كاين حتى شي مشكل. شفتوا فتحه من هنا والفتحه من هنا بطبيعه الحال على جوج جوايه. والقب كبير مداير على مطيح على الكتاف، وهي اصلا تبارك الله الكتاف راه وافيين يعني بطبيعه الحال، ماشي بحال العلاقه لانها كتلبس تقريبا 3XL. هذا هو الموديل الثاني، الاول اللي اختاريت ليها انا من عندي. نشوفوا الموديل الثاني اللي اختاريت ليها، هو بالمارون وبهاد الخديمه هادي اللي حتى هي جات غزاله فنه فنه فنه. هاد الخديمه حتى هي غزاله راقيه، وشي حاجه جديده بحال ديما، شي حاجه جديده ونقيه وما دايراش. خدمت ليها بثلاثه ديال الضفاير رقاقين البنات كيف كتشوفوا معايا، نتوما تشوفوا معايا هنا في القب خدمت ليها بثلاثه ديال الضفاير شفتوا. وبالنسبه للعقيدات، العقيدات ديال الناموسه صغيورين، مازال هنا في الكاميرا البنات كيبانوا غلاظ، هما راه صغيورين والناس اللي كيخدموا في المغرب راه كنحسبوهم تقريبا على رؤوس الاصابع. هاد العقاد اللي كيكونوا صغيورين فعلا ما كيكونش بزاف الناس اللي كيخدموهم. وخدمتها ليها بثلاثه ديال اللوينات، جاتها فنه وادميه وديال ديما شفتوا، خديمه بحال ديما، خديمه راقيه ونقيه، وداخل فيها اربعه ديال اللوينات عفوا اللون ديال الثوب وثلاثه ديال اللوينات اخرين. جاتها فنه وحتى في اللبسه كتبان رائعه شفتوا، جات غزاله بالصحه والراحه. نشوفوا الموديل الاخر اللي اخترت، هي جلابه نواغ البنات اللي خدمتها ليها بهذا الشكل، هذا خفيفه ديال ديما وانيقه. هاد اللوينات كيبانوا فلاشي هنا في التصوير، ولكن هما ماشي فلاشي البنات، هما واحد الغوز واحد الخضيضر واحد الغوز اللي باردين، غير هنا في التصوير بانوا بحال هكا. ومخدومين كامله الجلابه هابطه حتى لتحت بالتخراس شفتوا، جلابه فنه البنات راقيه وانيقه حتى هي. وهكا باش الا بغيتي تبدلي في هذا البرد كتكون عندك كيكون لو شوا شفتوا،
هاد التخراس كامل مخدوم باليد، وحتى هاد التعصاب هذا راه باليد، وهكا بدلت ليها على العقيدات. راسلكم حتى هو نفس الشيء، وهذا القب بالصحة والراحة، بالصحة الجلابات ديالك. وبالنسبة للجلابة دو بياس، بطبيعة الحال حتى هي بغات ليها الكولار ديالها، انا خديت ليها الكولار ديال لاسوا بحال ديما. علاش خديتو فهاد البلون كاسي؟ كيف ما شفتوا معايا هاد الجلابة هادي مخدومة بالبلون التليجة، الأرضية ديال التليجة راها كلها بلون كاسي، شفتوا البنات؟ فأنا وطيت ليها بهاد الكولار هذا اللي غيجي على هاد الشكل، جاتها لبسة فنة، شفتوا؟ بالصحة والراحة لالا رقية. البنات واحد دو بياس غزالة فنة رائعة ديال واحد سيدة اللي كتابعني أيضا من مدينة الدار البيضاء، اللي حتى هي كنوجه لها تحيه، ودائما في لي كومونتير كتقول لي ايمان تنيت جلابتي تبان، ولكن للاسف ايمان بغيت غير امتى نشوف جلابتي. هنايا لالا غتشوفي الجلابه ديالك دابا، وتشوفيها كيفاش طلعت لك كتحمق. جلابه دو بياس مخدومه باليد ومطرزه، بالصحه والراحه جلابتك جاتك كتحمق. اللون ما عطيش الحق دابا، ولكن خليك لاخر الفيديو باش تشوفي جليبتك كيفاش طلعت كتحمق. البنات شوفوا جلابه دو بياس كيف ما كتشوفوا نوار وسومو، وانا طرزتها لها بهذا السومو هذا اللي هو عندها في القميص ديالها، وكيف ما كتشوفوا راها محلوله كامله. علاش؟ باش اكسبري هاد الطرز هذا اللي عندنا لداخل، شفتوا البنات انه يبان ليها، فمخدومه باليد البنات على شعره. شوفوا الخدمه كيفاش راها دايره، شوفوا الخدمه كيفاش مدوبله. القب من طبيعه الحال هو كبر وتلاح على الكتاف، وغتشوفوها في المكان كيفاش جات البنات، راه روعه روعه، جاتها بالصحه والراحه. شتي صبرتي وعلى جلابتك، وها هي طلعت لك بالصحه والراحه، جاتك غزاله، لان الخدمه باليد ما سهلاش البنات. كيف كتعرفوا الخدمه باليد راه كتاخذ وقت، يعني على الاقل الا بغيتي تدفعي واحد الجلابه بحال هذه راه خصك تسناي واحد على حسب عاوتاني، لان كتكون عندنا الضغط، كيكون عندنا الناس حاطين من قبل يعني جلابه بحال هذه عامره ومخدومه باليد تبارك الله على حقها وطريقها، راه واحد دو موا ديال الخدمه ان شاء الله، ديال يعني باش كتحطيها اللي غير خصك تنتظري عليها. نشوفوا الكميمات حتى هما كيفاش جاو فنين. لابياس الاولى دائما طريسنات بالنوار غابيل للجلابه، والكميمات حتى هما جاوها على هذا الشكل هذا، فنه فنه فنه، جاتك راقيه وانيقه. صراحه الكاميرا ما عطاتهاش حقها، لانني انا كيفاش كنشوفها دابا ماشي كيف كنشوفها في الكاميرا. دائما نخليكم لاخر الفيديو باش الالوان تشوفوهم على اصلهم على حقهم. وهكا شوفوا البنات القب كيفاش جاها مليوح لتحت بحال هكا، لان القب كبر حيت تلاح مفتوحه كلها، فتلاح القب جات بلديه من خويا داكشي ديالنا الاصيل ديال زمان، ضريس من هنا. انتم هنايا جات غير شويه ديال العقيدات، ما تبقى كلها محلوله بالضريس رقيق على شعر البنات، والخدمه راقيه ونقيه بالصحه والراحه. درت لك افتتاحات في الجناب باش يبان لك القميص حتى من الفتاحي هكا، وبالصحه والراحه الجليبه ديالك. ها هي يا لالا، وها انتي شفتيها، وخليك لاخر الفيديو باش تشوفي الجلابه ملبوسه في المانكان. نشوفوا الموديل الغزال ديال الاخت اللي كتابعنا من حد سوالم، حتى هي كوموندات لماماها الجلابه اللي ديجا شافت عندي في القناه، جاتك حتى هي جليبه غزاله بالصحه والراحه. هذه راها واعره ولقات اقبال ما شاء الله من عندي، فنه فنه فنه، بوستيتها في الانستغرام في اليوتيوب، يعني اللي شافها كيحمق عليها صراحه. جليبه غزاله، الالوان اللي دخلت ليها ما ندويوش عليهم، الاتقان يعني رائع، موديل رائع بالصحه والراحه. ها جليبتك طلعت لك غزاله بالصحه والراحه، جليبه ديال ماماك عفوا، بصحتك وراحتك. هذه راه جرون طاي ما شاء الله 3 متر، فجليبه جاتها غزاله. شوفوا لا فينيسيون، شوفوا خديمه كيفاش دايره، بصحتك وراحتك.
رائع. شتي الكحل مع الالوان، لوحه فنيه. انا كنحمق على هاد الكحل مع اللوينات. شوفوا البنات شي حاجه كلاس، بالصحه والراحه. نوار في الكريب، خدمتها في الكريب. واحد الاخت اخرى اللي كوموندتها ليا خدمتها في المليفه، ان شاء الله ملي توجد وتشوفوها كيفاش جات حتى في المليفه. نشوفوا خدوج او لا خديجه من اسبانيا اللي وجد لك يا لالا القفطان، وكيفاش جاك؟ جاك كيحمق ما شاء الله. النواغ 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 راه ما ندويوش عليه. شوفوا البنات القفطان كله بالطرز، طرز الرباطي وبالصم الحر. البنات جهه روعه، جهه فن. لا دائما هنا في الكاميرا ما كيتعطاش بياسه حقها كيف ما كنشوفها مباشره. رائع غزال قفطان ديال المناسبات وديال الحضور. بصحتك خديجه، بالصحه والراحه. قفيطينك وجد، ها هو تلبسيه وتعاودي بالهنا وبالصحه يا ربي. وخليك حتى لاخر فيديو كيف العاده باش تشوفيه في المانكان كيفاش جا. وهذه هي سميطه سامبل اللي اختارينا ليه، لانه باش يبان الجماليه ديال القفطان نخليو غير سميطه سامبل. هذه ديال المرمى بالصم الحر، نفسه اللي مخدوم في القفطان. بالصحه والراحه، تلبسي وتعاودي. هنا البنات عندنا واحد القفطان مفتوح، ديجا كنتو شفتوه معايا في القناه وكومونداتو الاخت من بركان، ها هو وجد ليها حتى هو غزال البنات. و كيجي فن هذا البنات، كيتلبس مع الرومي، كيتلبس هكا مع الرومي من التحت، اولا كتقدري تلبسيه حتى مع البلدي. كيجي مفتوح كله البنات، كيجي مفتوح. خديمه ديالو راقيه وغزاله، مخدوم حتى هو بالسم الحر ومخدوم على المليفه. كيجي مفتوح البنات، هذا كيجي غزال. شوفوا البنات غير الخدمه اللي فيه قداش، خدمه نقيه راقيه بزاف، كيحمق بالصحه والراحه. كميمات سامبل شفتو، لان صافي راه شارجي تبارك الله من هنا، باش تخليو العين تفرق وتخلي البياسه نلمسو فيها داك الاعجاب. لان الا هنا عامر ولكم عامر ما غنبقاو غترول العين هكا. من الاحسن كتبقى سامبل وكتلبسي معاها من التحت اللي بغيتي. كيف كنعرفوا الاسود راه كيتلبس مع كاع الالوان، وكتبقى يعني اللبسه روميه في نفس الوقت بلديه، وفيها اللمسه ديالنا المغربيه الاصيله اللي الهلا يخطيها علينا صراحه. بالصحه والراحه. كاين ايضا قفطان في الفيغ اللي كومونداتو من عندي الاخت من فرنسا اللي ديجا شافته عندي في القناه وعجبها وبغاتو. هذا فيغ اول بنات، ولكن ما باينش ليا مع التصوير مزيان، بالطرز رباطي وتنبات حتى هو جهف حتى هو. وديجا شفتو معايا البنات هذا الموديل راه كيجي غزال. وهذا الموديل العجيب حتى هو المشهور عندي، راه كيجي في الالوان، شفتوه في الالوان وفي الاشكال، جا روعه البنات. وخديت ليها معاه الفولار لانها قالت لي واتي ليا الفولار حتى هي دلاسوا طبيعه الحال. و دائما الكليانات ديالي كيوصيني على لاسوا. ها نتوما خديتو ليها في هذا الغوص هذا اللي خدمت ليها به القفطان، جهف حتى هي. بالصحه والراحه الغزاله ديالي، بصحتك قفيطينك، تلبسي وتعاودي بالصحه والهنا ان شاء الله. نشوفوا اخر جليليبه ديال زنوبه من المحمديه. جليليبتك وجدت لك زنوبه، ها هي جلابه سامبل سامبل سامبل، وفي نفس الوقت رويقيه وادميه. شي حاجه هذه خفيفه ديال تو لي جو، جلابه ديال الصخره. بغات جليليبه ديال الصخره، ها هي طلعت لك جليليبه بالطرزيزات وباللوينات البلو جين، ودخلت لك عليها هاد اللوينات هادو اللي جاو فنين بالصحه والراحه. حتى لهنا الفيديو ديال اليوم غيكون سلا. نتمنى من الله انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من لايكاتكم، وانتظروا الفيديو المقبل اللي فيه جليبات ديال الشتاء، شي حاجه غزاله بحال ديما. خليولي ارائكم وخليولي تعليقاتكم الغزاله اللي ولفتوني بها.
نتلاقاو في فيديو مقبل، تبقاو على خير وبسلامة. لا يشفع لهذا العبد إلا